اعطيكم اليوم محاضرة اسمها ماتريكس سيستم، ماتريكس او بسموها الماتريسيز. اوكي، رح نحكي شوية باك جراوند، رح نحكي ديفينيشن كومبوننتس، هدول انواع الماتريسيز اللي عندنا اياهم موجودين بالاوبريتيف دنتستري. رح نحكي كلاسيفيكيشن تايبس، ورح نحكي كيف نستخدمهم ان شاء الله. وباخر المحاضرة رح نحكي عن شيء اسمه الويدجز، هدول المفروض تاخذوهم خلال اللاب الجاي او اللي بعده في العملي ان شاء الله. هلا رح نبلش بالباك جراوند صغيره. هلا انتوا اخذتوا كيف شو الدنتال فيلينج؟ احنا عندنا بيجي سن مثلا فيه كيريز او سن مكسور، انت بتعمل له كافيتي، هاي الكافيتي بدك تحط فيها دنتال فيلينجز. شو الهدف من الدنتال فيلينجز؟ تعرف يو ار ريبيرينج دامج توث، يو ار ريستورينج توث تو ذا مورفولوجي كونتور اوريجينال كونتور اند مورفولوجي، ريستورينج الفانكشن تبعت السن هذا. Also الاستاتيك، اذا في عندك بدك ترجع الاستاتيك تبع السن، واهم شيء اهم شيء كمان to maintain good oral health. فاذا شفنا هذول examples، هذول restorations معمولين composite او amalgam، هذول filling صحيح بس ما يعني ممكن الفانكشن تكون عليهم كويسه بس الاستاتيك لا، او الهيلث تبع الجنجبه مش مظبوط، تمام؟ فبالتالي هذا شيء بقودنا لشيء اسمه الماتريكس سيستم. ليش احنا بنحتاج الماتريكس سيستم؟ شو هي الماتريكس سيستم؟ إذا أخذنا هدول كلاس 1 موجودين عندنا، هدول إذا أنا بحط عليهم فيلينج سهل الموضوع، أنا بس بحط مثلا إذا عندي أمالجم، رح نحكي المحاضرة الجاية عن الأمالجم، بحط أمالجم بعمل لها كوندنسيشن وبحطها بالكافيتي بعملها كارفنج وبشكلها. كومبوزيت نفس الشيء، بعمل اتشينج بوندينج بحط الكومبوزيت ماتيريال وبشكلها وبقدر أرجع الشكل. أوكي، طول ما أنا هيك مثلا شايف هلا وينتك من المشكله، زي هيك مثلا هي امالجم سويناها ببساطه، بقدر اسوي خطوات الامالجم واعمل الفيلنج اللي بدي اياها. اوكي، طيب لو كان عندنا حالات زي كلاس 2 او كان في عندنا حالات فيها البروكسيمال سيرفيس كمان رايح، مش بس اوكلوزال سيرفيس، كمان البروكسيمال سيرفيس، لو انت بدك تسوي هاي ريستوريشن بدك تعملها فري هاند. شو يعني فري هاند؟ يعني تمسك مثلا كومبوزيت وتبلش ترجع الاناتومي. اوكي، رح تتغلب اي منطقه، منطقه البروكسيمال كلوزال ما عندك مشكله، بس لما تبلش تحط الفيلينج ماتيريال عندك بروكسيمالي ما راح تطلع مظبوطه. ليه؟ لانها ما راح تثبت محلها، راح تطلعها تتغير او راح تلزق بالسن اللي جنبه او راح تكون في عندها اكسس تروح على الجنجبه. طب كيف انا بدي اضمن اني انا برجع المورفولوجي الاساسيه تبعت السن او الاوريجينال اناتومي؟ بستخدم الشيء اسمه ماتريكس. اوكي، هاي هي وظيفه الماتريكس. تخيل هون انا فيلينجز امالجام فيلينجز، اذا بتطلعوا عادي في عندي فيلينج ممكن يكون بحكي المريض اموره تمام عليها وشكلها كويس، بس بتطلع بتلاقي في شيء طالع منها هون. اوكي، خلينا نحط الليزر، تلاقي في انه مثلا شيء طالع منها اكثر من المارجنز تبعون السن، تمام؟ هاي هون طالع، اذا بتطلعوا هاي كمان الصوره نفس الشيء، لا المارجنز طالع اكبر من السن، هذا بسموه اوفر هانج ريستوريشن. صار عندنا اوفر هانج ريستوريشن، دخلت في الجنجبه بصير عندك انفلاميشن، هاي الانفلاميشن بيؤدي الى ديزيز بالجنجبه، ممكن السن يصير في عندك البون يصير في ريزوربشن زي ما صاير هون، وبعد فتره هذا السن يصير في كثير مشاكل انه ممكن الحل تبعه يكون اكستراكشن، فهذا بسموه اوفر هانج. ليش صار اوفر هانج؟ لانه ما قدرنا نخلي الفيلنج جوا المارجنز تبعون السن. اوكي، هذا بسميه اوفر هانج زي ما هو موجود هون. اوكي، مشاكل اوفر هانج. طلع هون الريستوريشن، تخيلوا هذول الريستوريشن مش بكين ببعض، اثنان مع بعض، مش كل سن موضوع. احنا لما نعمل فيلنج بنحط كومبوزيت او جلاس اينمر او امالجم، بنخلي بنرجع الاناتومي تبعت السن. ما مزبوط انه انا اخلق سن اسنان من عندي جداد شكل جديد من عندي زي ما هو موجود هون، طلعوا شو بصير بعدين later on. اذا كل المارجز مش مزبوطة هاد بصير في كيرز، مريض ما بقدر ينظف وبصير في مشاكل وبقدر للإكستراكشن. فعشان هيك الاوفرهانج اشي احنا ما بنحبه، it's a fatal mistake in the industry. تمام، زي هدول شوفوا كيف اوفرهانج ريستريشن بيزدين بعض، هذا هون احنا مش مرجعين الاناتومي تبعت السن. بس في المقابل شوف الصوره هون، هاي الاناتومي، هاي الفيلينج بروكسيمال سيرفيس منظم، وفي مرجعين الكونتاكت، فالمريض بيقدر يفرشي بيقدر يعمل فلوسينج واموره تمام. نفس الشيء هون انا بدي ارجعها بالكومبوزيت، ترجع المورفولوجي الاساسيه للسن. هلا هذا الاشي ما بتقدر تسويه الا اذا انت استخدمت ماتريكس سيستم. شو هم الماتريكس سيستمز؟ هذول رح نحكي عنهم. اوكي، زي نفس الاشي هون كلاس 3 كلاس 4 تطلع
بتشوف انه انا بدي انا اشي طب حطيت كومبوزيت، طب ما هو السن الفيلنج تبعتي راح ما راح يطلع مظبوط، طب كيف انا بدي اشغل سيرفيس؟ اكيد بدي استخدم هذول الماتريكس سيستم. فالماتريكس بشكل عام الماتريكس بروفايدز اند تيكس بليس اوف ذا سموث اند بروكسيمال توث سيرفيس that were removed in order to restore the tooth contours and contact to their normal shape function. يعني وظيفة الأساسية تبعتهم إنه أنا بدي أحط like a temporary wall بقدر عن طريقه أرجع proximal to surface contour تبعته وأرجع ال contact to their normal shape and function. تمام؟ هذول الماتريكس. هذه هي وظيفة الماتريكس. Provision of temporary wall هذا temporary wall. تخيلوا مثلا بالأمالجم، رح نحكي محاضرة الجاية على الأمالجم. الأمالجم أنت لما تحطها تحتاج تعمل شيء اسمه condensation، يعني بدك تعمل تحط وتحط فورس على الأمالجم على الكابيتي عشان تعملها adaptation جوا الكابيتي، بدك تحط عليها فورس. كل ما تحط فورس، تخيل ما عندك هذا الماتريك سيستم هذا temporary wall، كل ما تحط فورس عليها شو رح يصير؟ رح تلاقي إنه الأمالجم عم بتروح بالجنجبة، ما بتضلها جوا السن، ما في proximal surface يحمي. فوظيفة الماتريكس إنه تشكل لك هذا temporary wall و provide resistance to pressure necessary for amalgam restoration. كمان هذا الشكل تبعه اللي بيصير من الماتريكس سيستم، في ان رح تحكي لكم هلا انه الماتريكس بيجي عندهم contoured او بيجي عندهم كيرف السن. مثلا عندك البريمولر في سبيسيفيك تايب بيكون معمول، المولر في سبيسيفيك تايب، اوكي بيساعد الاناتومي الاوريجينال كونتور تبعت السن الاساسيه. كمان maintenance of form during placement and set of amalgam restoration. هلا هي انت مش بس بتحطها، بدك اياها كمان انت بتحطها مثلا بدك تعمل نايت كيور، بدك اياها تضلها rigid enough to maintain its shape during placement of the filling. So the primary function of matrix is to restore the anatomic contours. Hey, شو كيف انا هاي نوع الماتريكس جاي circumferential حوالين السن، مثبت مكانه باستخدام الويدجز. هذول الويدجز راح نحكي عن انواعهم، في بلاستيك ويدجز، في عندنا وودن ويدجز، نستخدمهم انتربروكسيمال تو هولد الماتريكس ان بليس جنجيفلي، اوكي عشان ما تتحرك. اوكي بعدين هاي بقدر اعمل اتشنج بوندنج واكمل. كمان من الفانكشنز الثانيه، انتم لما هلا كنتوا مثلا تحفروا كلاس 2 بالباب كنت تضربوا امراض الادجيسنت تيت، من الفانكشنز اللي ممكن نستخدمها بالماتريكس ممكن تساعدك كمان اذا انت بتحطها تعمل سيبريشن بين تيت، يعني بتحط الماتريكس وتقدر تعمل الدريلنج اللي انت بدك اياه. فاي شيء ضربه اكسيدنت دامج بيصير للماتريكس ما بيصير للسن الادجيسنت. اوكي الماتريكس بشكل عام لازم يكون في عندها سبيسيفيك بروبرتيز عشان اقدر اشتغل فيه. واحنا بنحكي قبل شوي كنا بنحكي عن الامالجم، الامالجم انه بدها بريشر، فبدك انت الماتريكس تقدر تتحمل هذا البريشر، فبدك اياها شوي تكون ريجيد. كمان بدك اياها تو مينتين البروبر اناتوميكال كونتور تبع الاسنان اللي انت عندك اياها، وما بدك اياها بدك اياها كمان تمنع الاوفر هانج تبعته تكون ستيبل، تضلها في مكانها مش لما يتحرك المريض او يحرك لسانه تفلت بسهوله. اوكي هلا في عندنا مثلا اشياء نستخدمها سبيسيفيك للكومبوزيت، فهي ممكن تكون بدنا اياها تكون لايت ترانسميتد. تعرفوا الكومبوزيت كيورد باي لايت، فأنا بدي اللايت يكون يقدر يمر ثرو هاي الماتريس، ممكن أنا استخدم لايت ترانسميتنت ماتريس سيستم. أوكي وتكون سهلة إنه أقدر أحطها وأقيمها وما أتغلب فيها. هلأ ما في أهم شيء تعرفوا إنه ما في ماتريكس سيستم تضبط لكل الفيلينجز، يعني في ماتريكس سيستم تلاقيه ضابط كتير للأمالجم بس ما بقدر أستخدمه للكومبوزيت، في العكس إنه الكومبوزيت بيكون كتير ضابط. في شيء بسموه يونيفرسال اللي راح نحكي عنه إنه بضبط للأمالجم للكومبوزيت للجلاس أينمر بس بيكون فيه مشاكل معينه صغيره. اوكي وهدول راح نحكي عنهم. اوكي هاي بشكل عام الماتريكس سيستم. هلا الماتريكس سيستم تتكون كومبوننتس تبعتها. هلا المين كومبوننتس هم ماتريكس باند، وبدك شيء يمسك هاي الباند محلها، هذا بنسميه الروتينر. فالماتريكس سيستم متكون من ماتريكس باند، هاي الباند اللي بتلف حوالين السن زي ما احنا شايفين هون هاي الباند، وعشان الباند تخليها محلها بدنا ريتينر لنا هاي الريتينر. اوكي هذا السيستم اللي هون هذا نسميه يونيفرسال، هلا راح احكي لكم عنه. اوكي هذا السيستم اللي هون سموه ايفوري، هذا سكشنال. طلعوا هاي سكشنال، يعني مثلا راح نحكي لما نسمي هون في ماتريكس سيستم تكون الباند حوالين كل السن، فبسموها سيركمفرنشال ماتريكس سيستم.
او بتكون سكشنال ماتريكس سيستم، يعني بس تغطي مثلا بروكسيمال سيرفيس ميزيلي او بروكسيمال سيرفيس ديستري، ما بتغطي الالكترونز، فهذول بنسميهم سكشنال. اوكي، هلا الباندز كمان انواع ماتريكس سيستم حسب نوع الباند اللي انا حسب السيركمفرنشال، حكينا سيركمفرنس، في عندنا سيركمفرنشال، في عندنا سكشنال ماتريكس سيستم. الباندز رح نحكي لكم كمان في شيء بيكون كيرد في شيء ستريت، اذا بتطلعوا على هدول شايفين كيف كيرد ماتريكس باندز، في اشياء بتكون ستريت، هاي كمان كيرد ماتريكس باند. اوكي، رح نوريكم اشياء ستريت بتكون. اوكي، كمان في اشياء بتكون شويه كونتور، بسموها كونتورد اوكي او بري كونتورد، في اشياء بتكون نان كونتور، تكون هيك تيجي فلات ما فيها اي شيء. كمان الرجيديتي بتختلف من ماتريكس سيستم لاخر، فممكن حسب الرجيديتي في اشياء مثلا ممكن تكون مستخدمه في ماتريكس سيستم معمول بس للبرايمري، فممكن نصنفهم حسب هذا الشيء. اوكي، هلا رح نحكي حسب نوع الباندز، في عندنا اذا بدنا نصنفهم حسب نوع الباندز، في عندنا اشياء بتكون ميتاليك الباندز، مثل ممكن يكون ايش الماتيريال المستخدم، زي هذول ممكن ستانلس ستيل. اوكي، في عندنا باندز معمولين من الكبر اوكي وادر ميتاليك ماتيريالز، سمين ستانلس ستيل الومنيوم اند كبر. اوكي، في باندز بس بتكون كلير باندز، هاي اللي عاده بنستخدمهم على الكومبوزيت بياها ترانسبيرنت عشان اللايت، فبتكون ممكن تكون معمولين من بوليسترز، ممكن تكون معمولين من سيلوفان ستريبس، زي هذول ممكن تكون ميلر ستريبس، هذول الميلر ستريبس كثير كمان احنا بنستخدمهم بالكومبوزيت بالانتيريور ريستوريشنز، نستخدم الميلر ستريبس، او في بيكون كلير بلاستيك كراون، شكل كراون اوكي كلير، زي هذول السيلولوز كراونز بنسميهم احنا، هذول نوع من انواع الماتريسز. اوكي، ماتريس باند، هلا حسب السيركمفرنشال قلنا ممكن نسموه circumferential matrix band، ممكن نسميه نوعين circumferential و sectional. من أنواع circumferential في عنا الـ هي التوفلي ماير أو universal، هاي اللي احنا كتير بنستخدمها، هاي اللي هي موجودة معاكم بالinstruments في اللاب، رح تستخدموها، رح نتعلم كيف نركبها، رح نتعلم أجزائها، ورح نورجيكم إياها كمان شوي صغيرة عشان تعرفوا بالضبط شو متوقعين تستخدمهم بالله. اوكي، من كمان الاشياء اللي بتغطي كل السيستمز رح نحكي عن شيء اسمه سكويفلنت، هاي كمان نوع من الماتريكس باند برضه سيركمفرنشال، رح اوريكم صورتها. في عندنا نوع اسمه اوتو ماتريكس، في عندنا نوع اسمه تي باند، هذول اكزامبلز على سيركمفرنشال. طبعا في امثله ثانيه كثير، في امثله عشان فالماتريكس سيستمز كثار، وكل يوم بيطلع واحده جديده، كل يوم شركه طلع اسم ماتريكس سيستم كلهم، بس بالمحصله بيسووا تمبرري وول، تقدر انت تسوي البروكسيمال وول تو ذا اوريجينال كونتور. تمام، اهم شيء بالسيركمفرنشال انها الباندز انسيركلز ذا توث كامل. اوكي، والريتينر ممكن يكون بكري، ممكن يكون لينجولي، سكشنال ماتريكس هي بس لجزء. اهم انواع سكشنال ماتريكس هي ايفوري، في عنا البالودنت، في عنا كومبوزيتايت، هدول رح أوجيكم إياهم بعد شوي. أوكي، توفلي ماير، إذا بتطلعوا لي هون في نهاية توفلي ماير، هاي الرنك سيركمفرنشال، إذا أنا بحكي لك صنف لي إياها رح تحكي لي هاي سيركمفرنشال. توفلي ماير هاي الريتينر تبعت التوفلي ماير، وشايفين كيف في وجه بيثبت المنطقة، يعني إذا أنا بدي أركبها بركبها على الريتينر، بحطها هون كاملة، بتأكد إنه المارجن تبعتها تحت المارجن تبعت الكافيتي، تحت الجنجبة المارجن قديش تحت؟ تقريبا نص مليمتر. هلأ الباند إذا لما تحطها أنت وحطيتها وتركتها لهيك بدون مثلا بدون ما تستخدم الوجه، شو راح يكون؟ راح تكون هيك شبه مفتوحة، يعني راح يكون في مفتوحة، يعني من جنجبلي تعرفوا السن جنجبلي أو من عند السيرفايكل بيكون الدايميتر تبعته أقل، فإحنا إذا ما حطينا وجه يثبت لنا الباند في ديك المنطقة، مع الأمالغم مثلاً بحط فورس ممكن أدفش الباند، خلي الأمالغم تطلع ويصير في عندي أوفرهيد حتى مع وجود الماتريكس. فالوجه كتير مهم إنه يثبت لك الماتريكس محله. أوكي، كمان الأشياء كتير مهمة للوجه، ليش أنا عم بستخدم وجه؟ هلأ أنا أهم إشي لما أخلص من الريستوريشن تبعتي بدي أرجع لبروبر كونتاكت، لبروبر كونتاكت بدي أرجع يكون في عندي كونتاكت مع السن الأجيسن. طب ما احنا حطينا سكشنال ماتريكس، هاي سكشنال ماتريكس إلها ثيكنس، سواء سيركمفرنشال أو سكشنال ممكن يكون إلها ثيكنس نفسها، يعني عم بحكي عن الثيكنس تبعت الباند نفسه. أوكي، لما أجي أقيمها طب ما هو راح يصير في فراغ بين السن اللي أنا عم بشتغل فيه والسن الأجيسن، هذا الفراغ مش كتير منيح، ما بدي يكون فيه عندي فراغ،
لانه راح يصير المريض يشكي انه انا بفوت اكل، عم بفوت اكل وبعلق جوا. فالمفروض انه نرجع الكونتاكت. كيف تتاكد ان الكونتاكت بالضبط راجع؟ الوجينج، هذا الوج اللي انا احطه، شو عم بعمل انا؟ عم بعمل سيبريشن بين الاسنان. بما انه عندي بريدنتال ليجمنت، هاي البريدنتال ليجمنت والالاستيسيتي الموجود فيها، اسنان شوي بصير سيبريشن، ببعدوا عن بعض، تمام؟ فانا بحط الباند وبكمل الريستوريشن تبعتي. هلا اول ما اقيم الوجه شو بصير؟ بصير هيك ريلابس، بترجع البريدنتال ليجمنت، برجع الكولاجين فايبرز بشده، فبشدوا الاسنان على بعض. هل فبالتالي بيحكوا لك انه الوجه من وظائفه انه تعمل كومبنسيشن للثيكنس تبعت الباند ها. اوكي، عشان ما يصير ليتر لما تخلص انت اذا ما استخدمتش وجه رح يصير في عندك سيبريشن، اللي هو السيبريشن اللي هو عرض الباند اللي انت مستخدمه والثيكنس تبعت الباند اللي انت مستخدمه. اوكي، بس مع وجود الوجه انت بتضمن انه انت بتعمل سيبريشن اكسترا سيبريشن، بس ترجع هذا الكولاجين فايبرز تعمل ريكويل، تشد الاسنان على بعض، فبتسكر لك الكونتاكت اللي انت بدك اياه. تمام، هاي من وظائف الوجه، رح نحكي عن وظائف ثانيه. هذا له بالنسبه له للتافلي ماي، التافلي ماي هاي اليونيفرسال تايب سيركمفرنشال. هاي الماتريكس اللي هون هي السكويفالنت، السكويفالنت باند، تيجي شكلها هيك باند تقريبا زي التافلي ماي، بس تركيبها شوي مختلف، تتشبك بها هون الريتينر تبعتها، وعاده تيجي فلات. اوكي، سكويفالنت باند، احنا في اللاب راح نستخدم سكويفالنت باند اللي هم الفلات هذولا، نستخدمهم مع التوفلي ماير ريتينر. التوفلي ماير باندز عاده بيكون شوي كيرد، ممكن يكون شوي كونتور، بس احنا عاده نستخدم ندمج، يعني نعمل كومبينيشن بين سكويفالنت باند بنحطهم على التوفلي ماير ونستخدمهم باللاب. من الاشياء الثانيه اللي حكيت لكم عنها اللي تكون سيركمفرنشال، سموها شيء اسمه اوتو ماتريكس، اوتو ماتريكس سيستم. يعني هاي ماتريكس بتكون عباره عن كويل تلف حوالين السن سيركمفرنشال كان كويل، اوتو ماتريكس ما تحتاج بس، وابلش اشدها اشدها اشدها، بيجي معها رنش تنشد فيه، بعدين بنفك هذا الرنش وبضلها، ما في ريتينر، ما في ريتينر جوه ثم المريض، هي بتكون سهله. كمان تي باند، تي باند نفس الشيء، تكون حوالين السن تلف تركب تتسكر، ما لها ريتينر هذول، هم يعني السيركمفرنشال تيجي وذات بتحتاج ريتينر. اوكي، هلا بالنسبه للسكشنال، طلعوا سكشنال اللي جزء من السن، في عندنا الاي هون السن، هون هذا الريتينر تبعتها، او في عندنا البلدنت، هاي كثير كومون، الايفري هاي كثير بلدنت، احنا ما عم نستخدمها مع امالجم لانها ما بتتحمل. ليش ما بتتحمل؟ امالجم بدها كثير فورس. الريتينا ثلاثة عبارة عن رينج، بحط ويج وبحط رينج. اوكي، والويج عادة بيكون لبرا، جاي لبرا مش لجوا، لبرا بعيد عن الرينج. هاي الرينج وضفتها انا از ريتينر تثبت لك اياه. وشوفوا كيف بيكون الكونتور، عملت لك الكونتور تبع السن. اوكي، هذا الاشي مش ما كتير بتحصله بالسيركمفرنش لانها بتاخد كل شكل السن، اما السكشنال بتكون كونتور وكيرف. انا تكلم اوكي، سكشن باليدنت تايب هاي كثير كمان، خاصه بالكومبوزيت لانه بتطلع لك الاناتومي كثير مظبوط. زي الباليدنت في شيء بيجي شوي شفاف طويل، هاي طلعوا كيف هيك بعمله من عشان تساعد ان الكومبوزيت لايت تبعته تكون احسن ويصير له كيورينج احسن، هاي يسموها الكومبوزيت تايب. شوفي كيف بتركب رينج ازرق وتكون فاضي شوي اسنان. تمام دكتور، هذول الموست كومن. اهلا، صوتك كثير عم بيعلق. ايش وين الصوت كثير عم بيعلق والله. طب شو اعمل انا؟ طب اذا حكوا لي اذا في شيء مشكله. هلا سامعيني منيح؟ اه دكتور، كان عن جد مقطع. هو السلايد اللي قبل كثير الصراحه، باقي عادي كامل السلايد اللي قبل. طيب هذا ارجع هيك هيك منيح. طيب اي شيء، اي شيء مشكله احكوا لي اول باول، لانه انا ما يعني ما تخلوني احكي مع حالي. يلا هيك منيح تمام.
طيب سكشنال ماتريكس، هدول انواع سكشنال ماتريكس. سكشنال ماتريكس عاده بنستخدمهم مع الكومبوزيت. امالجام زمان كان في سكشنال ماتريكس كنا نستخدم الايفوري مع الامالجام، كانت شوي ريجيد انف انها بتحمل. هلا عندنا سكشنال ماتريكس من انواعهم هم البالودنت، البالودنت تايب بيجي هلا راح اورجيكم كيف شكلها بتيجي. بيجي لها ريتينر، الريتينر تبعها عباره عن رينج تتركب. هلا اول شيء كيف بركبها؟ بحط الباند اول، بحط الويدج، بعدين بحط الرينج تبعها. عادة الوينج بيكون away from the ring, away from the band. يعني طلعوا كيف هذا الوينج شايفينه محطوط بعيد عن السن اللي عم بشتغل فيه. وليه؟ لأنه بدي الرينج تعمل adaptation للباند بالضبط على السن هون هاي المنطقة. أوكي؟ هاي كون هاي ما بقدر استخدم معها أمالجام. ليه؟ لأنه إذا أنا حطيت extra load extra pressure راح تفلت من محلها، راح يفلت الريتينر تبعتها. فعادة نستخدمها للكومبوزيت. كتير مفيدة للكومبوزيت لأنها هي it's a contoured and curved band. شو يعني contoured؟ لأنها تأخذ نفس شكل السن وكمان curved نفس الشيء من تحت من مستوى الجنجبة. وcontoured لأنها تعطيك الكونتور تبعت الكونتاكت أريا اللي موجودة عندك. أوكي؟ بعكس الباندز مثلاً اللي كانت من فوق الآيفوري، هاي أوكي بتكون مثلاً curved بس ما بتعطيك الكونتور مظبوط بالأناتومي. بعكس مثلاً اليونيفرسال اللي كانت قبل هون تلاقيها ممكن تكون كير بس الكونتور تبعها موش كتير ظابط، فما بتعطيك الكومبوزيت بالضبط حسب الكونتاكت اري اللي عندك إياها. تمام؟ مفهوم لهلا؟ دكتور عندي سؤال. تفضل يا ندى. البالودنت ما فهمت ليش ما بنستخدمها للأمالجام بالضبط؟ هلا راح تشوفي شكلها هلا قبل شوي صغيره، اذا لانه بس نحطها للامالجام، الامالجام تحتاج اكسترا بريشر نعمل كوندنسيشن بالامالجام. هذا راح احكي لكم اياه المحاضره الجايه. الامالجام تحتاج بريشر عشان احطها، دائما بحط فورس عليها. فلما احط عليها فورس، الاكسترا فورس هاي الريتينر الموجود اللي هو الرينج هذا، هذا الرينج مع الفورس ما راح تثبت وراح توقع. تمام؟ اوكي اسلموا كثير. اوكي اوكي. كومبوزيتايت بس الفرق انه شبه البالودين بس هيك لها ديزاين مختلف. واهم ديزاين شيء لها انها ترانسبيرنت، يعني سكشنال ماتريكس ترانسبيرنت مع رينج. حتى الرينج كمان شو كي معلينا ترانسبيرنت عشان يدخل اللايت فيها ويوصل للجنجيب. اوكي هذول انواعهم. هلا الباند شيب راح احكي لكم، في عندنا توفلي ماير تايب، في عندنا ايفوري تايب، في عندنا بالودين تايب، في عندنا تي شيب تايب حسب الباند شكل الباند اللي بتتركب على الروتين. الايفوري هيك شكلها طلع كيف زي الكيدني تاعي، يكون هيك فيها اكثر من بيرسينج من هون ومن هون ومن هون. اوكي البالودين تايب اصغر كثير من الايفوري سكشن. هلا شايفين الايفوري سكشن البالودين سكشن، طلع كيف شكلها البالودين باند كثير صغير حسب بس للبروكسي. مثلا هدول انا بستخدمهم للبريمولر، هدول انا بستخدمهم للمولر. تمام؟ اذا بتطلعوا على البالودين تايب طلعوا هذا فيه بيجي هيك شيء فيه كونكيف وشيء فيه كونفكس. عادة الكونكيف الموجود في البالودنت هذا بيكون أوكلوزلي، هذا الكونفكسيتي بتروح جنجيفيلي. أوكي هلا شوفوا هاي الباند فيها كونكيف هاي أوكلوزلي بس هاي فيها إكسترا هيك إكسترا بورت هيك جاي طويل هيك راجع، هذا نسميه فلاب. هذا البورت نسميه فلاب. هذا وظيفته لما يكون عندك كافيتي تكون شوي سب جنجيفال، فانت بدك تتاكد انه الماتريكس عم بتفوت سب جنجيفال عشان تسكر لك تعطيك هذا تمبرري وول. بنستخدمها في الشيء الديب كافيتيز فيها شويه سب جنجيفال، نستخدم بالودنت تايب وذا فلاب بنسميها. تمام بس اهم شيء لما نحطها البالودنت ما نعكسهم عشان يعطوك الجود كونتور، لان هاي كونتور باند يعني بتعطيك الكونتور للكونتاكت. اوكي طلع على التي شيب. هاي التي شيب زي ما حكينا it's a type of circumferential bands، كمان ما بتحتاج ريتينر، بسموها ريتينر less أو without ريتينر. إذا بتطلعوا في منهم straight يجي زي هيك زي هذه اليلو، وإذا بتطلعوا على البلو في منهم برضو curved. أوكي حسب الأناتومي اللي عندك إياها. كمان نعم فضلي. أي أسفة أعطاتك بس دكتور لأنه السلايد معلقة على السلايد القبل. هلا انا هيك ايش شايفين؟ لا عنا هيك عادي احنا موجود على السلايد تاعت الباند شيب. ايوه الباند شيب. هلا انا باند شيب. اوكي
أكمل؟ يس تمام دكتور. أوكي تمام. هلا بالنسبة للطفل ماير، أنا عم برجع أرجع بالطفل ماير. طفل ماير حكينا طفل ماير بتيجي contoured ماشي، تيجي مش contoured تيجي curved. طلعوا هاي هاي بسموها curved يعني طالعة نازلة. شو الفكرة بالكيرت؟ إنه أنت لما تمسكها بالريتينر تأخذ شكل السن نفسه، يعني حسب الكيرت بيتشر تبعت السن البل بس تروح بكلي جنجبلي أوكي. بس عادة ممكن تكون نون كونتورد يعني تجي هيك فلات ما فيها. في منهم تايب بيجوا كيرت آن كونتورد، يعني هاي معمولة للبريمولر وفيها نفس الكونتور تبعت الكونتاكت تبعت البريمولر. هاي مثلا معمولة للمولر وفيها نفس الكونتور للكونتاكت إيريا تبعت المولر. فالتوفلي ماير عشان هيك يسموها يونيفرسال، ممكن تستخدمها لأي نوع من الباند، ممكن تستخدمها كيرفد باند، ممكن تستخدمها كيرفد اند كونتورد باند، وبتزبط لبدك امالجام، بدك تحط جلاس اينما، بدك تحط كومبوزيت، كلها بتزبط تزبط تزبط. فهي بتعمل تك لكل الشغلات. اسمها التوفلي ماير، هاي الموست كومون اليونيفرسال او اليونيفرسال، هاي الكل بده يكون عارفها. واحنا اكثر شيء بنستخدمها التوفلي ماير ماتريكس سيستم. تمام، شو أجزاءها هاي التوفلي ماير؟ حكينا البانز، حكينا لكم عنهم ممكن يكون كيرت كونتورد أوكي. في عنا هذا الجزء اللي هو ريتينر تبع اليونيفرسال ريتينر التوفلي ماير ريتينر أوكي. وضيفته إنه يعمل هولد للبان، شايفينه هون وهولد للبان. هلا إله أجزاء، أجزاءه طبعا أشكال مختلفة بس كلهم نفس المبدأ. عادة إله إشي بسميه هون أوتر نوب، هذا اللي هون، وفي إشي اسمه أونر نوب. الأوتر نوب هذا السمول نوب اوكي، وهذا النرب بيكون كبير. هذا الاوتر نوب بيكون مربوط مع شيء اسمه هون سكرو، سكرو شايفين في سكرو طويل هون، هذا بسموه سبندل سكرو. لما انت تحركه بتبلش تحركه الاوتر نوب اوكي، انت بتبلش هذا السكرو يفوت عندك جوا هذا البارت الكومبارتمنت اوكي. هذا الكومبارتمنت بسموه فايس، بلش يشد. هلا احنا شو وظيفتنا؟ احنا عادة شو كيف نركب؟ بنسوي باند، نجيب الباند اللي عندنا ونعمل هيك سيركمفرنشال زي هذا الشكل، وندخل الاتش تبعتها جوا الفايس من هون ندخله. طيب هلا اول اشي شو بدي اياه؟ بدي اياه يمسك، بدي الباند او ريتينر تشد تمسك جوا، يعني شد عليها هذا الريتينر. كيف بدي اتاكد انه بشد عليها؟ برخي هذا اول، هذا السكرو زي كأنه بيطلع من هون بفلت اوكي، بدخل من هون، شايفين في هون جروفز سلوتس هذول اوكي. لما ادخلهم واتاكد انها راكب الباند وجزء منها طالع، برجع بشد في السكرو، برجع بشد عليهم بمسك لي اياهم اوكي. بالله راح تبين معاكم اكثر اوكي. بتشد عليها. هلا بعديها انا بقدر اتحكم، بدي اتحكم قديش. طب انا بدي اشدها حوالين السن، كبر اصغر، كيف بدي اتحكم؟ بالتاني النوب الثاني هذا الانر نوب بسموه، هذا وظيفته انه يعمل لك تايتنينج او لوزنينج مثلا للباند مثلا نفسه، او يتحكم لك بالدايمتر تبعت اوكي. هورجيكم كيف يعني. هلا انا مثلا باند لفيتها هذا الشكل، صار في عندي الادج تبعتها هون، هاي في عندي كلوزل تبعها الجبل بورت، بركبها بتركب بالسلوتس. هذا السلوتس موجودين جوا هذا كومبارتمنت حكيت لكم اسمه فايس اوكي. الاوتر نوب او بسموه لوكينج نوب، وظيفته يعمل لوك للباند للسايد الفايس اوكي. النوب الثاني الانر نوب هذا بيعمل ادجستنج نوت، بيعمل ادجست للدايمتر، يعني بدي اكبر الدايمتر اصغر الدايمتر اوكي. هاي وظيفه التوفلي ماير واجزائها الاساسي. طبعا في عندي جروف اللي فيه هذا اللي بتاكد، شايفين هذا السكرو طلع كيف طالع من هون طالع جوا الفايس، مرخي. لما انا احرك هون هذا الهيد تبعه بفوت 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 بفلت، فبقدر اركب او برجع بركب. هذا السكرو الثاني الانر نوب بكبر، وممكن اتحكم بالدايمتر تبعت الباند اللي عندي اياه اوكي. هل اذا انا بدي اركبها الطفل ماير، وهذا اهم شيء بالموضوع، انه انا بدي اركبها، كيف بدي اركبها؟ باخذ الريتينر، انا مثلا بشتغل على سن هون، السن عندي لور ليفت، عندي كلاس 2 بدي اركب لها. اول شيء بجيب الريتينر تبع التوفل ماير والهيد تبعته، بحطه الريتينر عاده وين بيكون موقعها؟ بكلي، ما بنحطها لينجولي، بنحطها بكلي ماشي.
وعادة لما نحطها بنحطها بنخلي الأوبنينج للهيد تبعها هذا هيك بيجي على as a U shape، خلي الأوبنينج تبعها يفتح جنجبني. أوكي هلا بحكي لكم ليش. بعديها بجيب الباند بركبها زي ما حكينا وبشدها بالأوتر نوب بتأكد، بعديها بدخلها وببلش أعمل الإنر نوب كبر وأصغر لحد ما تشد معي على الآخر. لما تشد معي على الآخر حوالين السن تشد، شو باجي بعمل؟ باجي بركب وج. عادة الوج بركبه لينجولي. ليه الوج بركبه لينجولي؟ هلأ ليه الوج حكينا وظيفته إنه أنا أثبت السن، أثبت الباند على السن وأثبت المارجن عليها وأتأكد إنها adapted very well adaptation. وكمان قلنا بعمل compensation للثيكنس لما أنت تيجي تفلك. بس ليه أنا بحطه لينجولي الوج؟ ليش بحط لينجولي؟ لأنه الامبريجر هناك لينجولي بتكون كبيرة أكبر من بكة، يعني بكون أسهل إنه أنا أعمل له application. تمام؟ إذا بتطلعوا على الكونتكس موجودين بالانتيريور للمورة up to the مورة بتلاقي الكونتكس موجودين بالبكة الثيرد، يعني موجود الكونتكس بلاقي اللينجوال امبريجر اللي هو التقاء السنين هون، هذا يكون لينجوال امبريجر بيكون كبير، فبقدر بسهولة أدخل الوجه تبعي يثبت للباند فبثبتها. هلأ أهم شيء مش بس بثبتها، بس أخلص أنا بكون شاردها على الآخر. قبل ما أبلش أسوي الفيلينج تبعتي برجع برخيها شوي صغير. ليه؟ لأنه أتأكد إنها ول أدابتت على الأدجيسن تو. إذا أنا كتير شادد 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 بتضل في سيباريشن بينه وبين السن. أوكي؟ بس لا برجع أرخيها شوي صغيرة عشان أتأكد إنها أدابتت وأقدر أعمل أدابتيشن كوندنسيشن منيح للأمالجم تبعتي. أوكي؟ بعديها باجي ببروب وبتأكد إنه المارجن تبعي مضبوط 100%، الجنجبال مارجن ما راح يطلع معاي أوفرهانج من الماتيريال تروح بالجنجبة، وبلش أكمل الفيلينج تبعتي. لهلا هون فاهمين؟ تمام دكتور. تمام. اوكي. هاي هي التوفلي مايل. هلا نفس المبدأ، نفس المبدأ تمام، بس في عنا الأوتوماتريك سيستم. الأوتوماتريك سيستم ما بتحتاج هذا الريتينر، ما بتحتاج هذا الريتينر. اوكي. هذا الريتينر ما بتحتاج الاوتوماتيك تيجي باند لحالها، ما في بي داتا بيجي هيك كويل، هاي الكويل انا بلفها وبشدها حوالين الاسنان. طبعا الاوتوماتيك بيجي احجام بريمولر مولر شعريض، وبيجي معها هذا الرنش تبعها. هذا الرنش بتركب بالكويل هاي، بس اركب هون بقدر اشد 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 فيه. اهم ما يميزها انه هاي تعمل توتال سيركمفرنشال حوالين السن، يعني تسكر السن كامل، كل السن بتسكر. إذا رجعنا للطفل ماير طلعوا كيف هون مثلاً، هون أنا لما أشد كل السن أنا في يدي total circumferential أنا. أوكي يعني لو عندي مثلاً إشي بق اللي بقدر أسكر. إذا تطلع الطفل ماير، إذا تطلع من فوق شوفوا هون، أوكي بسكر حوالين السن، بس منطقة اللي طالعة من الهيد، إحنا هون لما نثبت البان بنطلعها من الهيد، المنطقة هاي اللي طالعة من الهيد في منطقة مفتوحة، يعني في فراغ صغير، ما يعني ما بتسوي توتال سيركمفرنشال حوالين زي هي سيركمفرنشال مظبوط، بس مش توتال، في فتحه صغيره. يعني لو عندي انا كافيتي هون والبكل اكستنشن هون وانا اوريدي حاطط البكلي، ما بقدر اعمل، ما بتقدر تعطيني وول. طب شو بدي اعمل؟ بدي اضطر انه الهيد هون ازيحه يا اما ميزيان يا اما ديستال عشان اقدر اكمل، او اضطر اعمل الريتينر كلها لينجولي. في حالات ممكن اعملها لينجولي، بس كتير بضايق المريض، كتير التنج بضايقه. تمام؟ هاي فرق كتير مهم بالنسبه للطفل ماير. اوكي طبعا بتيجي هيك. هلا لما نخلص بدي افكها الاوتوماتريكس هذيك، بفكها احكي لكم كيف بفك الطفل ماير. الاوتوماتريكس هيك بفكها في هون الجزء هذا البارت هذا خلص شدت. هلا انه ارجع افكها فك ما تنفك، كيف؟ لازم اضطر اقصها قص، اقص هذا التيب تبعها. اوكي بقصه بالبلايرز، بيجي معها بلايرز، بتنقص هذا البارت وبعدين بفصلها، بسحبها مثلا من منطقه الميزيان، بسحبها من منطقه الديستال وخلص. سو وان تايم يوز، ما بقدر ارجع استخدمها مره ثانيه. اوكي هاي التوفلي الاوتوماتيك. بالنسبه للتوفلي ماير خلصت، نحكي انا خلصت وبدي افكها، كيف بفكها؟ ما بسحبها هيك لفوق بنتشها بخلي الباند ممسوكه بالريتينر. اول إشي شو بسوي؟ بفك الريتينر عن الباند، يعني بفك من عند الاوتر نوب، برخي برخي برخي، فبتفصل الباند عن الريتينر وبطلع، فبضل هالباند موجوده عندي. اوكي بعد ما تضل هالباند موجوده عندي
برجع بفصل الوجه اوكي بفصله بقيمه بعدين بسحب البان شوي شوي من المنطقه البعيده عن السن اللي انا بشتغل مثلا يعني انا اذا مثلا كبتي عندي ميزيال اول شيء بقيم البان من شقه الدستل بعدين بقيمه شوي شوي من شقه الميزيال خاصه اذا انا عم بستخدم امالجم هلا ما كومبوزيت ما بتفرق كتير بس اذا عم بستخدم امالجم ليه لانه الامالجم رح نحكي المره الجايه انه الامالجم لسه بده شوي ليتاخذ السترينت تبعتها الاز ماتيريال يصير لها سيتنج الانيشال سيتنج بوصل مثلا 70% بعد ساعتين عشان هيك احنا عاده نحكي للمريض اللي يعني نسوي له امالجم ما تاكل لساعتين عشان تكون الحشوه تتحمل يقدر ياكل عليها غير هيك بتكسر معاه بسهوله تمام بالكومبوزيت ما بفرق عادي بقدر احكي له فكها زي ما بدك تمام هاي بالنسبه للاوتوماتكس والتفريمات والفرق بيناتهم اوكي في عندنا نوع ثاني من الاوتوماتكس شبه الاوتوماتكس هذا بسموه حاوي سوبر مات طلع كيف بيجي نفس الاوتوماتكس بيجي معها رينج وبتيجي ترانسبيرنت هاي معمول خصيصا بالكومبوزيت اذا بتطلع الكونتور تبعتها كنت اوكلوزل كثير عريضه مقارنه بجنجيفلي حسب الاناتومي تبعت السن اوكي شبه الاوتوماتيك تي باند حكينا بنلفها كمان الرتينا تبعتها اوكي بالنسبه للبلدنت سكشنال هذا بيجي الرينج اركب انا الرينج حكينا الرينج الكونكافيتي بتكون اوكلوزني الكونفكسيتي بتكون جنجيفني حكينا شيء بيجي فلاب وشيء بيداوت فلاب فلاب للجنجيفال بارت وبركبها بحط ويدج اتاكد ان الوجه والادابتد بعدين بحط الرينج الرينج تبع البلدنت بسموه الباي جاينت رينج باي تاين رينج اوكي بيجي شكله اوكي بعدين تعرفين ان البلدنت تطورت السيستمز كتير صار في اشياء مختلفه هلا زي هاي مثلا سكشنال محطوطه طلع كيف الرينج تبعتها صار في بيجي منها رابر عشان تعمل سيبريشن منه فيها في تضطرش امرات ان تحط الوجه في ناس لا بحكي لك لا حط ويدج الوجه لانه وظيفته مش بس يعمل سيبريشن كمان يتاكد انه الباند ويل ادابتد جنجيفلي اوكي شايفين شوفوا هون باند محطوطه محطوطه بوجه في بعض الحالات لما تكون احنا فيري تايت وكونتور هذا ممكن استغني عن الرينج هاي اللي بتثبتها فانا ممكن يكون زي هيك اذا انا عاملها مزبوط واكمل صح بس الافضل انه انا احط الرينج اتاكد انها مزبوطه عشان تعطيك الويل كونتور تبعتها اوكي هاي بالنسبه ل السكشنال شايفين كيف السكشنال مثلا ميزيال وديستال بتركبوا شايفينهم وانا الماتريكس بتركبوا بترجع الكونتور اللي عندك اياه وهي البليدنت حكينا عن الابيكال فلاب شو وظيفته اوكي وفي عندنا الوجز في عندنا اجزاء من الوجز تيجي اوريدي وجه جزء وجه ويكون جزء ماتريكس تساعدك تعمل لك كونتور زي السكشنال هاي يعني هاي زي ان 2 ان 1 وجه مع ماتريكس سيستم هاي ميلي أساسية كانت بتاعتها إن تعمل لك سيباريشن بين الأسنان وما تضرب الأدجيسن يعني ممكن إذا كانت كلاس 2 صغيرة وبدك الكونتور تبعتها بتقدر تحصله بدون ما يكون عندك رينج ممكن تستخدمه طيبين هيك تيجي different sizes okay. الكلير ماتريكس اللي حكينا عنهم يسموهم الميلر ستريب هدول بستخدمهم مع الأنتيريور ما بقدر أستخدمهم مع البستيريور لأنها ما رح تمسك ما رح تقدر تمسكها منيح وما بتقدر تحطها كمان بالتفلي مدير از ريتينر فهي بدك تمسكها بايدك انت بتعتمد على انه انت تعملها ادابتيشن بالفينجرز تبعونك انا بستخدمها بالانتيرير اب تو ذا كاناين ما بقدر استخدمها مع الفور واحط تحكي لي اه لا بدي احط ميلر ستريب للابر فور مثلا اوكي حتى لو انت بتستخدم كومبوز فهي موجوده كلير بستخدم للانتيرير وبرضه بنحط فيها وجه بنحاول نثبتها شايفين كيف مثلا هون بثبتها وبثبتها بايدي بحط الكومبوزيت واخر شيء بشدها اوكي تعطيك الاناتومي اللي انت بدك اياه وتعمل لها ادابتيشن كثير هذول راح تاخذوهم باللاب راح تستخدموهم عشان تطلعكم هون كمان ممكن نسوي مثلا زي كين كلاس 4 ونلف الماتريكس حواليها اوكي نعمل اتشنج وبوندنج الماتريكس موجوده اوكي ما بعمل بوندنج بعدين بحط الماتريكس لانه البوندنج اذا انت عامل ميلك بوندنج وعملت كيور حطيت ماتريكس البوند راح يسكر لك بين الاسنان فاهم ايش انت تكون مركب الماتريكس قبل ما تعمل الاتشنج والبوندنج تبعتك تمام شايفين هون كيف تسكروا ورجع الاناتومي تبعتي كمان من انواع الماتريكس اللي ممكن نعملهم في شيء احنا نسميه اندكس ممكن نسوي اندكس للسنان سنين مكسور نعمل عليه طبعه نخلي المختبر يسوي لنا شيء اسمه واكس اب يمين السن بعديها نستخدم سيليكون او نسميه باتي سيليكون باتي ونقصه وهذا يعمل از ماتريكس هذا هون نستخدم عشان نعمل شيء اسمه باليتال شيل هذا سيليكون ماتريكس مستخدمه عشان نحط بلتل جن يعني اعمل ادابتيشن الكومبوزيت
ويضل عندي واقف بالبلات بالمكان اللي أنا بدي إياه، وهذا الإشي معمول باللاب شبه باللاب، بعدين بقصه أو بسوي شير سايد جنب المريض عشان أقدر أبني هذول الريستوريشنز اللي شايفينهم أنتم. أوكي، من الأشياء الماتريكس كمان في إشي الفاكيوم فوم، تمام، ممكن نستخدمه as a night guard، نفس الماتيريال ممكن نستخدمها تكون ماتريكس، يعني أشكل شكل منها وأرجع زي السليلوز كراونز حقت القيام، prefabricated crowns كلهم هذول ماتريكس، أنواع من الماتريكس. هلا من أنواع الماتريكس كمان في ماتريكس تستخدم بس لكلاس 4 أو كلاس 5، كلاس 5 ميلي سوري، هي اللي بتيجي بسموها سيرفايكال ماتريكس، طلع كيف شيء بيجي شكلها هيك تريانجلرز، تستخدم مثلا إذا عندك كلاس 5 تعمل ادابتيشن للكلاس أي نمبر، تعمل ادابتيشن للكومبوزيت اللي عندك إياها، بعدين بتحط الماتريكس أون توب، فتأكد إنها very well adapted، تعطيك الكونتور حتى السن تيجي different sizes، طلع هون هاي مثلا طويلة كتير لأنها بتكون جنجبلي أكتر، هاي مثلا بتكون حسب الانسايز المربعة جاب، أوكي؟ هاي حسب السايزز، جرب تحطها عادة نعملها adaptation بشوية من لتفش من جنجبل occlusion، يعني مثلا تخلي إذا في عندنا excess تطلع ما تروح الاكسس تروح جنجبلي، الاكسس بدنا إياها تروح occlusion عشان تقدر تعملها removal، تيجي هيك ديفرنس سايز وبعملوها ترانسبيرنس يعني يقدر اللايت يفوت فيها، هاي يسموها سيرفايكال ماتريكس. اوكي، الويدجز هذا حكيت لكم اياه عنه بالبدايه، الويدجز في عندنا يسموهم اناتوميكال ويدجز، تكون شكلهم تريانجلرز، شايفين زي هيك تكون تريانجل يكون لها بيس وتب حسب شكل البابلا الموجود، او بتكون راوندد. اوكي، هلا ممكن تكون مصنوعه من البلاستيك زي هون، او ممكن تكون زي انت لو وجدتكم اياها بتكون موجوده من الودن. بلاستيك اهم شيء انها تكون شوي رجد، وممكن تكون منيحه للكومبوزيت لما تستخدم انت ماتريكس كلير تبعتك فبتدخل لك اللايت. الودن كتير مهم، منيحه لشغله انه انت بتقدر تعملها كاستمايزيشن، يعني تقدر تقصها تكبرها تصغرها في الودن، وعاده احنا حكينا نحطها باللينجوال امبريج لانها بتكون اكبر وبتعمل لك فيرم ادابتيشن للجنجبال مارجن على الماتريكس. اوكي، وطبعا في لها ديفرنت سايزز، وكمان الودن كتير مهمه مثلا بالكنترول للبليدنج لانها ودن فبتعمل ابزوربشن للجنجبال ابزوربشن للبلد اذا في هناك دكتور صوتك راح. اوكي، هلو، هيك طلع الصوت بس السلايد اللي قبل ما كان فيه صوت ولا اشي. لا امبلا، يعني اخر اشي دكتور راح الصوت لما اول ما انت حكيت انه ابزورب بلد بعدين اختفى صوتك. اوكي تمام ابزورب بلد لانها وودن، تمام، فهي بتقدر تعمل ابزورب للسلايفا بشكل عام للبلد، فهي بتخفف لك كونتامينيشن، بتخفف لك مثلا تعمل لك بتساعدك انه تعمل موشتر كنترول، وكمان هذا الاكسبانشن لانها ابزورب بلد وابزورب سلايفا شو بيصير فيها اكسبانشن، فبتضغط اكثر على الجنجبا، وكمان بتساعد انه يقلل الكابيلاري الموجوده هناك بالبريشر، تعرف انت اذا بدك تعمل كنترول للبلد شو بتعمل، تحط عليه بريشر، فهذا لانها تعمل ابزوربشن فبصير لها اكسبانشن فبتعمل بريشر اكثر على الجنجبة هناك على الكابيلاري فبيقل بليدنج كمان، فهي من وظائفها. تمام، هذا اللي حكيته، هذا وصلكم المعلومة هاي؟ هلو تمام خلينا نكمل. تمام، وهي it should hold the band firmly، يعني بهمني الباند تضلها موجودة firmly، لأنه حكينا ممكن أحط pressure كتير فما بدي بس أحط pressure تفلق، فالويج بيساعد انه اعملها فيرم، والويج كمان بيساعد حكينا تعمل كومبنسيشن، فكتير الى فوائد الويجز. تمام، كيف بحطه؟ حكينا باللينجوال امبريجر شايفينه، طلع وبدي اتاكد انه اهم اشي انه يكون الكونتور صح، شايفين هاي الصوره كونتور هيك صح، مش احطه يعمل يسوي اندنتيشن جوا الكافيتي، يعني يكون اكبر السايز فيعمل لك اندنتيشن، يعني يخرب شكل الريستوريشن بالاخر، شايفين؟ فإذا أنا صار معي هيك شو بقدر أسوي؟ بقيم الوجه بعمل لي كوستمايزيشن، بقصه أو بحط واحد أصغر ببساطة إنه يدخل جنجبلي أكتر ويعمل أدابتيشن، ما بدي الوجه نفسها يكون عامل هيك إندنتيشن ودفشيت لك البانج والكفت، فراح يطلع الشكل الفيلينج خطأ. تمام؟
هذه كثير مهمة تنتبهوا لها لما تيجي تحط وجه. يعني الوجه بس بحطه بس بدي احطه واتاكد انه ولا ادابتد المارجن تبعتي مسكره والكونتور ما صار ما تاثر. اوكي دكتور طب ممكن تقيد الجنجفة؟ هي تقيد الجنجفة اذا احنا بنحطها صح. اهم شيء نحطها بحسب هذا سموه اناتوميكال البيس. نحكي هذا تريانجل البيس العريضه بتكون باتجاه الجنجفة والتب تكون رايحة أكلوزن. أوكي ما بتأجي الجنجيفة لأنها أنت أولا عشان تحط باند أنت بتحتاج تكون أصلا مخدر المريض. فهي بتحطها بطريقة إنه مش تغزها غز أنت بتدخلها بين السنة. أوكي فهي ما بتأجي بالعكس إحنا حكينا إنها رح تصير لها أبسوربشن وتساعدك بالبليدنج إذا في عندك مشاكل. تمام هلا كيف نحط الوجه؟ في عنده طرق مختلفة كتير. احنا نستخدم عادة هذا simple wedging اللي حكيت لكم عنه. simple wedging تحط وجه واحد امورنا تمام straight forward. هلا في اشي اسمه biggie back wedging. biggie back wedging انه انت بتحط وجه طيب وبتحط بعدين تحط ترجع تحط لانه بكون المارجن كتير ديب فما بكفي ماشي فبتحط تحط وجه بتحط ترجع بتحط وجه فوقه. اوكي هذا يسموه بيجي باك ويدجنج زي كأنك تحط ويدج كبير بعدين ترجع تحط ويدج صغير فوقه. اوكي هذا يسموه بيجي باك ويدجنج. هلا في شيء اسمه دبل ويدجنج هاي لما تكون كتير المسافه كتير بعيده اصلا يكون في سبيسينج فبتلاقي حالك انه لو حطيت اكبر ويدج عندك وبرضه ما صار ادابتيشن منيح. هذول اسنان الناس اللي عندهم سبيسينج مثلا بين اسنانهم احنا بنضطر شو نعمل نحط ويدج مثلا لينجولي نحط كمان ويدج بكلي عشان يكون مكبر فنسميه دبل ويدج تكنيك. تمام هلا في تكنيك شوي صعب بالويدجينج يسموه ويدج يعني طلع هاي الصوره تحط انه ويدج بعديها ترجع بتحط ويدج مش فوقه تحطه هيك فوق بالعكس زي كانه زاويه 90 هذا اذا انتم شايفين هذا بين زاويه الكناين والبريمولر هاي اكثر مكان احنا بنستخدم هذا التكنيك. شو ضيفته هاي المنطقة اللي هي الميزيال الفور الأبر فور ميزيال الأبر فور فيه بيكون عندك كونكافيتي موجودة بالأبر فور يعني بيكون في عندك كونفكسيتي عند الكونتاكت بعدين بصير عندك كونكافيتي فأنت لما تحط الوجه عادي ما بصير أدابتيشن كتير منيح وحتى لو حتى الدبل وجه ممكن كتير تضغط جوا وستعمل إندنتيشن فبتحط الوجه تحط وجه هون وتروح تتحط كمان وجهك بيربنديكولار لإله فبتدفش الباند في المنطقة اللي راح يكون فيها كونكافيتي. اوكي هذا اقرأوا عنه بدي اياكم تشوفوا فيديوز عليه عشان هو مش كتير سهل بس هو خصيصا لهي المنطقة الكونكافيتيز الموجودين بيكونوا في البريمولرز. الفكرة من الوجهنج بشكل عام احنا هذول الوجه وجهنج وبيجي وجهنج تعمل طرق مختلفة انك انت تتبع بطريقة انه تتحمل الريستوريشن دكتور صوت بيقطع تمام اخر شيء هذول في اشتك البلاستيك البلاستيك هذول حكينا عنهم اشكالهم مختلفة كمان يكون لهم احجام مختلفة وانت بتقدر تعملهم وتستخدمهم مع اللايت وهيك دكتور Hello. دكتور ممكن تعيد آخر شيء بس الوجه وجينج ممكن